إذا للحديث عن الندوة التي عقدها قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، ينضم إلينا عبر سكايب من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في الهيئة الدكتور أيمن العاني. دكتور أيمن، مرحبا بكم. يعني بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر عقدتم ندوة بهذه المناسبة، ولكن السؤال هنا دكتور، ما أوجه الفقر في العراق بحسب ما انتهى إليه بحثكم؟ تحية لكم أخي وشكرا على الاستضافة. حقيقة الفقر له أوجه عديدة وكثيرة في العراق، يعني يزاد على من تعترف بهم الحكومة ووزارة التخطيط حقيقة بشكل خاص، على أنهم أكثر من 30% من التعداد السكاني، إلا أن هنالك الكثير من القطاعات والفئات المجتمعية المهددة حقيقة لأبسط الباب في الانتقال إلى طبعا خانة العيش في الفقر أو تحت خط الفقر. فمنهم مثلا نتحدث عن المشردين، نتحدث عن متعاطي المخدرات، نتحدث عن الذين يعانون من أمراض مزمنة أو حادة، نتحدث من الذين يعانون من أمراض نفسية، نتحدث عن المعاقين، نتحدث عن ذوي الاحتياجات الخاصة، نتحدث عن الطبقة المتوسطة التي أي طارئ يحصل حقيقة في يعني في أمور الحياة مباشرة ستتحول هذه أو تنتقل هذه الفئة من العيش فوق خط الفقر إلى أن تعيش حقيقة تحت خط الفقر. طيب دكتور، في ظل تزايد معدلات الفقر في العراق، كيف ترى تداعياته على المواطن العراقي الذي يعيش ربما أسوأ فترة من فترات الفقر؟ أخي الكريم، هي هذه المعضلة الكبيرة. نعم. التي يعني أكيد حتى جميع أفراد الشعب العراقي يعلمون السبب منها. بلد غني جدا، بلد ثروات واسعة، إمكانات هائلة، إيرادات طائلة، يعني أموال حقيقة كثيرة تدخل إلى العراق. يعني غير مثلا مسألة النفط، هنالك الكثير الكثير، لكن مع ذلك لا ينعكس هذا بأي شكل من الأشكال بالجانب الإيجابي على الحياة البسيطة. لماذا هذا هو؟ يعني هو هذا هنا الحقيقة، لأنه هذه الحكومات هي حكومات مجموعة من اللصوص والسراق وخلفيات ميليشياوية، لا يمكن أن تتصرف أو أن تتعامل مع المسؤوليات التي تناط بها بشكل يلائم هذه المسؤوليات، والنتيجة كوارث على الصعد كافة. لدينا انهيار في النظام الصحي، لدينا انهيار في النظام التعليمي، لدينا يعني القضاء مغيب، العدالة مغيبة، أمور الناس حقيقة هرج ومرج يعيش العراق منذ 2003 وحتى اليوم. الفوضى متفاقمة، الميليشيات مستفحلة، غياب مفهوم الدولة، لا توجد أي مؤشرات للمواطنة حقيقة. يعني الحكومات التي تشكلت بعد 2003 فاقدة للأولويات الوطنية بشكل غير مسبوق وغير معقول. يعني بنفس الوقت لا يمكن أن يكون هذا الحال، لكن يعني هذا الذي يجري مع الأسف الشديد في العراق منذ 2003 وحتى اليوم. دكتور أيمن، منذ عام 2003 أبدأ من حيث انتهيت، لماذا لم تعالج الحكومات المتعاقبة موضوع ظاهرة الفقر في العراق؟ من المستفيد من وراء كل ذلك؟ أخي الكريم، هذا أنا أنقل لك يعني من تقرير البنك الدولي نفس يعني نفسه، أنه كل بلد يتعرض إلى الاحتلال هو يكون عرضة للفقر وزيادة معدلات البطالة، ويعني بنفس الوقت يكون يعني هذه الأحوال ممنهجة، هذه الأحوال، لأنه ثروات البلد هي ستكون هدفا سهلا لقوات الاحتلال وللحكومات التي تنصبها هذه القوات.
نعم ف يعني لتسهيل عمليات سرقة الثروات واستنزافها حقيقة هنا. فلذلك لا مصلحة لأي حكومة تأتي أن تعالج مسألة يعني أزمة الفقر، فهي متفاقمة، فضلا عن أنها متورطة تورطا كبيرا هذه الحكومات في نعم إحداث هذه الأزمة، لأنه في بلد مثل العراق يموتون الناس جوعا. هذا أمر يعني الحقيقة، حتى من نلتقي يعني بعض الشخصيات في مناسبات هنا وهناك نعم يتحدثون باستغراب كبير عن هذه الحقائق. يعني في بلاد الرافدين في العراق حصرا يموت الناس جوعا، هذا أمر يعني، لكن هذا الذي يحصل طيب دكتور، لأنه الأمر نعم ممنهج والأمر متزامن مع يعني هو طبعا ينظر إلى ننظر إلى الصورة كاملة. لا يمكن أن يكون الشعب يعني بحالة اقتصادية جيدة إذا كان الأمر إذا كان الجانب الصحي منهار. لا يمكن أن هو الأمية نعم والفقر والبطالة، هذه مشكلة متلازمة حقيقة مع أي بلد تعرض إلى الاحتلال. وتعلم جنابك أنه العراق مع الأسف الشديد يرزح تحت الاحتلال وحكومات الاحتلال طيب منذ دكتور، 2003 وحتى هناك اعتراف من وزارة التخطيط تعترف بأن ارتفاع نسبة الفقر في العراق ارتفع إلى أكثر من 35%، وأيضا لعلكم اطلعتم على تقرير صندوق النقد الدولي الذي أكد ارتفاع التضخم في العراق 4.5%، ولكن كيف سيؤثر هذا التضخم على سير المواطنين أو المواطن الفقير في العراق؟ هو أخي هذا الذي يدفع الثمن. نعم أي تضخم حاصل من ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار وما يحدث في الركود الاقتصادي ويعني الركود الكبير حقيقة والملحوظ في جميع أنواع الأسواق، وإضافة إلى ذلك طبعا نحن نتحدث عن سرقة الأموال العامة وهدرها وهدرها نعم واستنزافها، فهذا كله منظومة الفساد هذه قطعا سينتج هذا وأسوأ من هذا الحقيقة. يعني اليوم احنا نتحدث عن معدل تضخم نعم دكتور، المشكلة الكبيرة، أنه كل هذه مع كل هذه الإيرادات ونحن يكون مستوى التضخم. دكتور لماذا؟ لأنه نعم هذه تتسرب الأموال الكبيرة هنا وهناك. نعم. دكتور، لكن هناك يعني احتياطات نعم. نقدية من مدخلات النفط، هناك عائدات نفطية ترد إلى العراق تقريبا يعني ما يقارب 4 ملايين برميل نفط يصدر من العراق، هذه المدخلات النفطية أليست قادرة على رفع مستوى دخل المواطن العراقي برأيكم؟ هذا ما ينبغي، نعم يعني هذا ما ينبغي لو كانت الحكومة وطنية ولو كانت الحكومة نزيهة ولو كانت الحكومة تتعامل بحسن نية مع المواطنين، هذا ما ينبغي. لكن ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أنه منظومة الفساد المتجذر بكل الدوائر الحكومية بكل الوزارات طبعا، ولا سيما وزارة المالية ووزارة النفط والوزارات الأخرى طبعا، الجميع نعم لا أحد مستثنى من موضوع الفساد. فهذا كله هو استنزاف وتسرب للأموال وذهابها إلى يعني مسالك حقيقة، فضلا عن يعني تهريب الأموال إلى خارج العراق. نعم ونحن دكتور، نتحدث هنا عن مئات المليارات، نعم مئات المليارات نعم من الدولارات. عبر سكايب من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في الهيئة الدكتور أيمن العاني، شكرا جزيلا لكم.